الفنانة جيهان فاضل دخلت مجال الفن في التسعينات وحققت شهرة كبيرة في الألفينات، لكنها فجأة سافرت كندا واشتغلت في سوبر ماركت وباعت بطيخ هناك. يا ترى ايه اللي حصل وصلها لكده؟ هقولك كل التفاصيل في الفيديو ده. جيهان فاضل اتولدت يوم 11 مارس سنة 1973، ووالدها كان بيشتغل مهندس معماري ووالدتها أستاذة جامعية، وكانوا مهتمين بتعليمها جدا ودخلوها الجامعة الأمريكية. واشتركت جيهان في مسرح الجامعة بسبب حبها الشديد للتمثيل، وقدمت عليه مسرحيات كتيرة. وفي مرة شافها المخرج خيري بشارة وهي بتقدم مسرحية في الجامعة، وقرر انه يختارها علشان تشارك في بطولة فيلم آيس كريم في جليم مع عمرو دياب، وده كان سنة 1992، وكانت وقتها جيهان لسه بتدرس في الجامعة. وبعدها انطلقت جيهان فاضل في مجال الفن وقدمت أعمال فنية كتيرة، كان أبرزها مسلسل أرابيسك وفيلم سهر الليالي، واللي قدمت فيه دور اعتبره الجمهور انه دور جريء، لكن مع ذلك ساهم في نجوميتها وشهرتها بشكل كبير. اتجوزت جيهان فاضل من مصمم الازياء عمرو حمدي بعد قصة حب كبيرة جمعتهم، وعاشت معاه حياة سعيدة جدا، وخلفت منه 3 أولاد هم أدهم وزياد وعليا، وكانت دايما بتعبر عن حبها ليه وإنها دايما بتاخد رأيه في أعمالها، وكانت دايما بتوصفه إنه أقرب شخص ليها. لكن جوز جيهان اتوفى بشكل مفاجئ سنة 2012 بسبب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية خلال وجوده في الأتيليه بتاعه، واتنقل بسرعة للمستشفى لكنه توفى بمجرد وصوله المستشفى. وفاة زوج جيهان فاضل سببت ليها صدمة جديدة جدا غيرت حياتها تماماً، فدخلت في فترة اكتئاب طويلة، وكانت بترفض كل الأعمال الفنية اللي تعرضت عليها في الوقت ده. وبالرغم إنها بعد كده عملت بعض الأعمال الفنية، لكنها كانت أعمال قليلة وعلى فترات متباعدة، لغاية ما اختفت تماماً عن الساحة الفنية. وبعد كذا سنة كانت الصدمة بعد ظهور فيديو ليها وهي بتبيع بطيخ في كندا. كمان ظهرت صور ليها وهي بتشتغل كاشير في سوبر ماركت في مدينة كاليجاري في كندا، وبدأت الناس تسأل ازاي اتدهورت بيها الحالة للدرجة دي. لكن اتضح ان السوبر ماركت اللي كانت بتشتغل فيه في الصور هي شريكة في ملكيته وهي اللي متولية ادارته، والسوبر ماركت ده اسمه طيبة، وهو مخصص لتقديم المنتجات والاكلات المصرية، وفي اقبال شديد عليه من الجاليات المصرية والعربية هناك. كمان الفيديو اللي ظهرت فيه وهي بتبيع بطيخ ده كان خلال مهرجان في مدينة كاليجاري مخصص للمشروعات والمطاعم اللي بتقدم اكلات مصرية، وهي شاركت فيه علشان تروج للسوبر ماركت بتاعها. واتقال ان جيهان فاضل اضطرت تدور على شغل غير الفن علشان تقدر تصرف على اولادها الثلاثة بعد وفاة زوجها، خاصة بعد قلة الاعمال الفنية اللي كانت بتتعرض عليها في الفترة الاخيرة. واكدت نقابة المهن التمثيلية ان جيهان فاضل ما زالت عضوة في النقابة لكنها منقطعة عنها من فترة طويلة، وانهم ما يعرفوش حاجة عن سفرها وعن اسباب ابتعادها عن الفن. وكان اخر عمل فني شاركت فيه جيهان فاضل كان دورها في مسلسل تحت السيطرة بطولة نيلي كريم، وتعرض المسلسل ده في رمضان سنة 2015. قلنا في التعليقات ايه اكتر دور بتحبه لجيهان فاضل.